السلام عليكم جماعه. اليوم غادي ندير لكم فيديو كما قلت لكم كل جمعه نديروا فيديو، واليوم غادي نجاوبكم على اسئله، خمس اسئله عجبوني قلتهم لي نتوما وغادي نجاوبكم. ايا قعدوا معنا. سؤال جاي من عند عبدو. السؤال قال لك ايوب تاكل بروتين والبروتين مليح ولا مش مليح؟ اي هذا الجواب سهل بزاف، انا ما ناكلش بروتين على خاطر ما عنديش دراهم باش نشريه. ايا ها كملنا في الاولى، باقي الزوجه. بروتين مضر ولا ماشي مضر؟ بروتين ماشي مضر، بروتين مكمل غذائي، ماكش حاسب الستيرويد ولا ليباري باش يضرك، مافيش هرمونات. كاين الناس اللي حاسبين بروتين كاين فيه هرمونات ولا حاجه كيما هكا، اي بروتين خاطئ. بروتين هو مكمل غذائي، صاير له كيما نتايا تاكل وماش دير نسبه بزاف فيتامينات. هي هذيك البروتين فيه نسبه بزاف من بروتينات وفيتامينات يكمل لك الحميه تاعك الغذائيه اللي تاكلها. صحيح. تزوج جيم عند توفيق قال لك البيض مليح للصحه زعما كان تاكلها بزاف ولا ما يضرش بالصحه؟ انا غادي نجاوبك على السؤال. انايا كان عندي بروبليم مع البيض والدجاج، بصح البيض هو زعما النسبه الكبيره، هو البيض ماشي مليح كان تاكله كل يوم سيختو السفر تاعه. هو قال لك السفر تاعه زعما غير مضر خاطر فيه كوليسترول. كاين ناس اللي حاسبين كوليسترول اللي في البيض كلي مضر، هو لا، كوليسترول اللي في البيض صحي نورمال، بصح اللي بالمطول يولي يضرك في الكبده خاطر الكبده تقعد تصفي لك. هو البيض والدجاج يضرك بزاف في الكبده. ايوا غتقول لي ايوب دروك نحبس البيض ولا ناكل اش خطره السيمانه ولا كي غادي ندير؟ شوف كل واحد والكور تاعه، كيما واحد ياكل لك 7 بيضات في النهار ياكله بالصفر ما يضروش، وكي ياكل لك 4 حبات بيض في النهار يضروه. كيما انايا كليت كنت ناكل 4 حبات بيض في النهار وضروني. شوف انت الحالة بالنسبة لك، على كنت تاكل بيض حسيت روحك كبدتك تضرك ولا ماكش حاسس روحك مليح حبسه، ولا نورمال سي قلت تاكله. وتقول لي ايوب دروك شي نصيحتك؟ نصيحتي هي كل البياض و لما يكون عندك 4 بيضات تاكلهم في النهار، هي زوج حبات كلهم بالبياض ولا صفار، زوج حبات كلهم بلا بياض، بلا صفار سمحولي. او صحيح. سؤال جاي عند ليريز قال لك بروغرام تاع بيجينر، اي بطينا بروغرام تاع بيجينر. شوف بروغرام تاع بيجينر، كي واحد يجي يسقسيني يقول لي ايوب عطيني بروغرام تاع كاليستينز باغي نديره، هي في البداية قول لي شحال توزن والنيفو اللي راك فيه، زعما انت بيجينر ادفانس انترميديو، باش انا نصنع لك بروغرام يناسبك. وما تروحش عندي تقول لي عطيني بروغرامي هكا ولا عطيني بروغرام تاعك، لاخاطر انت قادر بيجينر تقول لي عطيني بروغرام تاعي، انا بروغرام تاعي ادفانس ما يفيدكش خاطر واعر بزاف عليك ولا ساهل بزاف عليك. هي اللي يقلك تقول له باللي انا النيفو تاعك وش عندرو بلي بوم وش عندرو بارفيكت باش هو يصنع لك بروغرام اللي يناسبك نيشان. وثاني البيجينر زعما انت جامي ترينيت، اي غادي نعطيكم بروغرام دروك ساهل باش ديرو. خدم ماكس تاعك في البوش اب، ماكس تاعك في البول اب، انا ماكش قادر دير بول اب دير نيجاتيف بول اب، يعني حدك طلع وهو بدو يسمو، ودير ماكس تاع سكوات تاعك، خدم سيريات قد ما قديت هكا غادي تقعد تجيب تستوستيرون في الميسك الكبار كيما باك دورسو جومبا. اي هادو ننصح بهم واحد جامي ترينا يدخل كاليستانكس يخدم الميسك الكبار، يخدم سكوات بوش اب و ولي على قد يضرب بول اب ضرب بول اب، هذا هو البروغرام اللي نصحها به. والادفانس ولا الانترميديا، مش الادفانس انترميديا، غادي نخلي لهم بروغرام في الديسكريبسيون، بروغرام شباب باش ديرو. ايا بيس. سؤال جاي مع مولاي قال لك شنو هي الحميه الغذائيه تاعك؟ او نقول لك انا الحميه الغذائيه تاعي، انا نوض الصباح ناكل الروز بالفرماج وطون نديره مع الروز تاعي، تولي عندي الروز والفرماج والطوم. ولما كاش عندي الطوم ناكل 2 بيضات كلي باش نخلف البروتين تاع الطوم، ونستنى حتى الفطور. الفطور على كانت عندي لحم ولا كفته ناكل لحم ولا كفته، لما كاش عندي ناكل مع الدار عدس ولا حاجه مليحه، خاطر تاني كيما العدس والبيض فيهم بروتينات ملاح، وروحك تحققهم في الكارب تاعك في الحميه الغذائيه تاعك. نزيد ما ناكلش حتى 4 تحشيه، 4 تحشيه على كانت عندي 10 ميل ولا 100 ميل نشريها كوكاو، كوكاو فيه بروتين بزاف. كل واحد من صحابي يقول لي ياكل كوكاو في الحميه الغذائيه تاعه يزيد الكوكاو تاني. تاني رون تريني، ياكل الكوكاو باش يعطي انرجي، رون تريني. وكي نجي من ترينور ناكل دجاج، لكن عندي دجاج ولا حاجه الحام ولا،
ولا ما كاش عندي دراهم نشري واحد سموها كفته. هذه الكفته كفته صغيره، كفته صغيره فيها بروتينات بزاف، فيها 26 بروتين هكا. هاي نشري منها ثلاث شريحات وناكل. هذه هي الحمايه الغذائيه تاعي لحد الان. بكري كنت ناكل في الصباح ناكل الشوفان مع الحليب، ونستنى التركيز المدروك. الشوفان ماهوش كاين، يعني نبدله بالروز ونطق وصحيت. ثاني سؤال خفيف مع أسامة، أيوب تريد تحديد ولا جامب؟ أنا يا جامب تريد تحديد، دخل عليك كاليستانكس ملي بديت إن شاء الله تنكمل. وثاني سؤال ما عنده، قال لك تتريني وايت كاليستانكس ولا لا؟ وي أنا تريني وايت كاليستانكس، هاك اللي يمشي كل يوم هاك تاع ثلاث خطرات في الشهر، على خاطر ما بغيتش نروح صالة تحديد يمشي لو جور تاعي. كاين اللي نبغي نتريني في البارك تاعنا، والبارك تاعنا ما عندناش حزامات تقول وتقول عليها، ما تنينيش كاليستانيكس ويت كاليستانيكس. كان عندنا تقول في البارك نتريني مادابية، مهم بروحي ديجا الكور تاعي ماشي يساعدني باش نستعمل بنو بي ميسكل، خصني نزيد تقول في الكور تاعي. هي هذا هو الجواب للسؤال تاعك. صحيح، هلا وصلنا لفات الفيديو تاعنا، ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. هذا الفيديو جبت الاسئله اللي زعما انترستين اللي عجبوني وجاوبتهم. على كنت باغي لي فيديوهات كيما هكا ولا فيديو زعما تاع حوار بيناتنا، ديروا جيم وسبسكرايب ولا انت راك جديد هنايا، وقولوا لي في كومنتر اما فيديو تركوا باغينهم ولا نديرهم لكم. وصحيتو كالعاده، بيس.